مرحبا جديد، خلينا نوقف لحظة للتفكير بعام 2023 وذوبعة التغييرات يلي صارت، خاصة بمشهد المواطن عن طريق الاستثمار. من الواضح انه كان في انقسام كبير عم يحدث عالميا، وهذا الشيء بخلينا نتساءل شو رح يصير بعام 2024 وما بعده. لكن وقت اللي بننظر للصورة الكبيرة منلاقي فكرة عدم توافق البلدان وتصادم الأنظمة بان بالأمر الجديد. بالوقت اللي بلشت فيه المدن بالازدهار بالقرن التاسع عشر، احتلت الأنظمة الاقتصادية والسياسية مركز الصدارة، التضخم والنزاعات الحدودية. هاي التوترات كانت جزء من قصتنا اليومية. من المؤكد أن العالم رح يتغير وما في شيء بإمكاننا نعمله لنوقف هذا التغير، لكن يلي بإمكانك تتحكم فيه هو يلي بيجي على مساحتك الشخصية. وقت الأمر بيتعلق بأعمالك الخاصة أو القيام باستثمارات، الأمر كلياته بالحاضر الآن. شو أقصى استفادة ممكن تستفيد منها من خلال الخيارات المتاحة، وكيف هي الخيارات بتتناسب مع رحلتك وأهدافك الشخصية؟ الآن هو الوقت المثالي للقيام بالتحركات اللي بتناسبك، سواء كانت البحث عن مزيد من المرونة أو حرية التنقل أو فرص عمل أفضل أو الحصول على نتوركينج أقوى أو استثمارات أكثر ذكاء. فكر بمستقبلك اليوم، المفتاح لتحقيق كل هيدي الأمور هو الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار. بظل التغيرات يلي عم يشهدها هذا المجال، دائما في برامج بتقدم مزايا مخصصة ومجالات متنوعة من الأسعار بتناسب احتياجاتك، ونحن هون لحتى نوجد الحل المخصص لإلك. لهيك تواصل معنا لتبدأ رحلتك بعالم الجنسية عن طريق الاستثمار وين ما كنت بالعالم. وشكرا لكم.